مساء الورد والزعفران، نتمنى تكونوا بألف خير. مرحبا بكم مع فاطمة في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا غريبة البهلة الأصلية التقليدية ديال زمان، بهلة ناجحة مليار في المية. هي من أسهل الغريبات على الإطلاق، يعني سهلة مهلة بزاف بزاف. الوصفة اللي غنشوفوا اليوم ما فيها لا دلك ولا حكة بالحكاكة ولا بيتها ولا حتى شي حاجة، سهله مهله. غنعطيكم كاع جميع الاسرار باش تجيكم ديك التشققات زوينه، ما تجيش تشققات غليظه اولا كبيره هكا رقيقه ويعني مشقه بزاف ومقرمشه كذلك. فقط تبعوا الفيديو ونبداو بسم الله بالمقادير. هنا عندي جوج الكيسان ديال العنبه ديال السكر سنيده، عندي هنايا 250 غرام ديال الزبده ذوبتها، ومني ذوبتها خليتها واحد شويه بحال واحد شويه طيب، ماشي تولي نوازيط، غير واحد شويه باش كيحيد منها داك الحليب. من بعد كنضيف جوج كيسان ديال العنبه ديال الزيت النباتي، نفس الكاس اللي عابره به السكر واللي عابره به الزيت والمقادير الاخرى. كنخلط هاد المقادير، ماشي كندوبو السكر فقط، غير كنخلطو ومباشره كنزيد معلقه كبيره ديال القرفه اللي تكون مطحونه مزيان ومغربله وقبيصه ديال الملح. كنخلط القرفه مع السوائل، ما كنديرش مع النواشف باش يعني كتطلق لي داك اللون، كتعطيني اللون كي باش كتدخل لي اللون في الغريبه. صافي كنخلط مزيان، ومن بعد كنضيف جوج الكيسان ديال الجنجلان محمر، غير واحد شويه ماشي بزاف، وكنزيد جوج الكيسان ديال اللوز محمر، يعني اللوز كنحمروه ونخليوه بقشوره وكنطحنوه كنهرمشوه، ما يكونوش طروفه كبار بزاف وما يكونش نهائيا اللوز يعني منيل اولا مطحون مزيان. صافي غير كنخلطوا بيدنا بحال هكا هاد المقادير. غادي نخلي لكم طبيعه الحال المقادير مضبوطه في صندوق الوصف بحال ديما. وهنا غادي نضيف نصف معلقه صغيره ديال السمن المالح، هذه المذاق ديال الغريبه الاصليه ديال زمان، كيكون فيها معلقه صغيره ديال السمن. فإلا ما كتبغوش السمن ما كيعجبكمش كيجيكم مجهد تفادوه ما ديروش، انا عطيتكم الوصفه اصليه. صافي كندوبوا ديك الرويز المعلقه ديال السمن وكنبداو كنضيفوا الطحين تدريجيا. بالنسبه للطحين دقيق ابيض كيلو، يعني كيلو ديال الطحين كنبدا كنضيف فيه تدريجيا بشويه بشويه، وانايا كنخلط باش كنحاول انني يعني ندمج فيها الطحين، ندخلو كامل في ديك الكميه ديال الزيت والزبده. من بعد قبل هنا راه مازال ما كملتش الطحين، غادي نضيف اربعه الخنيشات ديال الخميره ديال الحلويات. هنا اربعه الخنيشات لان عندي كيلو ديال الطحين، الا غديروا نصف الكميه ديروا جوج ديال الخنيشات، يعني نص كيلو ديال الطحين جوج صاشيات ديال الخميره الحلويات ديال 8 غرام. صافي وغادي نخلط بهذا الشكل هذا، يعني بحال غادي نخلط مثلا ملي يلا نبداو مثلا العجينه، اولا بحال كنمعكو سلو ملي حتى هو كنبغيو نخلطوه هكا باش داك الليدام كيطلق لينا في الطحين وكيتلبس الطحين مزيان. وانا دائما واخا نكون دايره العبار يعني مضبوط، كنخلي دائما واحد جوج معالقات ديال الطحين حتى لثلاثه هما الاخرين باش كنشوف واش نقدر نزيدهم اولا ما نزيدهمش. وفينالمون هنايا راني زدت دوك جوج معالقات اولا ثلاثه اللي خليت ديال الطحين، وكنبقى بحال هكا كن يعني بحال كنمعكها واحد مده جوج حتى لثلاثه ديال الدقائق، متاكد ان الطحين تلبس ليا مزيان مزيان بالزبده والزيت. من بعد كنغطيو الخليط وكنخليوه ساعتين حتى كيطلق فيه ليدام مزيان مزيان، ما كنبيتوهاش نهائيا فقط ساعتين. هنا انا راه درت اللاطه الاولى يعني طابت وديجا طابت وجبتها، وهذا يعني اللي بقى ليا من الخليط. فكناخذ كويره كنكورها مزيان مزيان وكنحاول انني فحال هكا كنبسطها وكنحطها فوق اللاطه ديال البهله نيشان فحال هكا، ما كندهنوها ما حتى شي حاجه، ما كتلصقش نهائيا.
غير كنبسطوها وكنحطوها نيشان فوق داك الراس ديال اللاطه. الا ما عندكمش اللاطه ديال البهله فانتوما ما غاديش تبسطوها بهذا الشكل هذا بزاف. المهم كناخذوا تقريبا هي الوزن ديالها ما بين 27 غرام حتى 30 غرام. ملي كناخذوا ديك الكويره كنحاولوا اننا نمعكوها مزيان مزيان بين يدينا بحال كناكتيفيو داك الزبده والزيت كيسخنوا وكيعاودوا يطلقوك باش كتولي لينا ديك الكره لينه، وعاد كنبسطوها في الوسط ديال الكف ديال اليد ديالنا كيف غادي تشوفوا معايا هنا. كنبقى كنمعكها فحال هكا ما بين يديا، يعني كنهيج داك الزبده والزيت باش كيسخنوا وكي كتولي لينه، وكنجيب الكف ديال يدي وكنكورها الوسط ديال الكف باش ما يعني ما تفرتتش ليا، وبحال هكا كنبسطها. بنات منين كتسمعوا انني نبسطها ماشي كنرققها بزاف بزاف، ولكن ما كنخليهاش نهائيا غليظه باش يلا تاخذ ليا داك الشكل ديال ديك الا بغينا نقولوا ديك البواقه ديال اللاطه، وتجيني من الوسط خاويه وتجي مقرمشه، وفي نفس الوقت كيجيو دوك التشققات رقاق. الا خليتوها غليظه غادي تجيكم بحال مفرقعه مفرقعه، راه ماشي هي مشقه بحال يعني مفرقعه، كيكون داك التشققات غليظه بزاف والمنظر ديالها ما كيجيش زوين. وحتى فاش كطيب يعني كتاخذ وقت طويل في الفران وما كتجيش مقرمشه، ملي كترقوها شويه فحال هكا كتجي خاويه من الوسط وكتجي مقرمشه وكتاخذ لون زوين. بالنسبه للفرن انا سخنت الفران على 180 درجه ودرت المروحه وحطيتها الوسط، يعني المروحه خدمتها ما احتاجيت لا نشعل الفران من الفوق ولا من التحت، يعني المروحه من الفوق ومن التحت. بالنسبه للبنات اللي عندهم الفونتيلاتور، البنات اللي ما عندهمش الفونتيلاتور كديروا الطياب الغريبات العادي، كتشعلوا الفران من الفوق وكتسنى كتحطوها الفوق كتسناوها تشقق، ومني كتشقق عاد كتهبطوها لتحت وكتطفيو الفوق وتشعلوا لتحت باش كتكمل لكم الطياب. وكيف قلت الا عندكم فونتيلاتور راه كتشعلوا غير الفونتيلاتور من الفوق ومن التحت في نفس الوقت وكتخليوها كطيب، ما كتاخذش نهائيا وقت وكتجي هذا هو الشكل النهائي ديالها. شوفوا معايا التشققات هنا ماشي ديك يعني غلاض بزاف، خاويه من الوسط، ومني كتجي خاويه من الوسط راه كتجي بحال نقولوا مقرمله مقرمشه وهشيشه، ما كتجيناش غليظه وثقيله. فقط تبعوا النصائح اللي عطيتكم في هذا الفيديو وان شاء الله راه غتجيكم سهله من اسهل ما يكون في الحلويات، هي هذه الغريبه ديال البهله التقليديه والمقادير ديالها راه سهله بزاف. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون اعجبكم، ونتمنى ان تخليوا لي ارائكم اسفل الفيديو ولي لايك البنات للتشجيع، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. السلام عليكم.